طيب. سرطان وعي خوف. ايدي احط ايدي على قلبي؟ لا خالص خالص. سنه انا مش انا قايله لك، انا حاطه عنوان لكل سنه النجاح والانتصار. النجاح وانتصار حاجه الانتصار. خلي حط خط تحت الانتصار. كواكب دعماكي بشكل كبير جدا، دعم برج السرطان بشكل كبير قوي. عندك دعم من نبتون بالحوت وأورانوس بالثور من 16 مايو لكل السرطانات يا رب. ومن 16 مايو كمان تحديدا جابتر هينضم لأورانوس ببيتك ال11. البيت ال11 ده بيت دعم جامد جدا. بيت ايه 11؟ بيت ال11 بيت الدعم، المساعده، في دعم الهي جامد جدا جدا. وعايزه اقول ان زحل من 7 مارس هيروح للحوت بيت التاسع، فانا شايفه ده بيت من بيوت الحظ. البيت التاسع ده هيخفف عليكي كتير جدا 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 جدا. قد ايه؟ زي ما قلت عن على مولود الثور، مولود السرطان برضو عنده حظوظ كبرى كبيره جدا، مستقبل مهني ناجح جدا. وانا قلت لك انت في المهنه الدنيا كويسه جدا، الاول خالص هتحققي نجاح بدون مجهود، وهتنالي جوائز وهتنالي تقديرات واعجاب، تحسن في الاحوال الماليه، وهتقومي باستثمارات، عمليات بيع وشراء، تجاره ناجحه في اصفار. ده حقيقي سنه من السنين الحلوه. هتبان التاثيرات دي امتى؟ مش شرط بيع وشراء ليكي انت، ممكن في ناس ثانيه. بس خلينا بس نوضح نجاح، نوضح حاجه. ممكن ما عندناش حاجه تبيع ولا تشتري. اول 10 13 يوم، اول 10 13 يوم خلينا نقول مش هتحسي بالتاثيرات دي، نظرا لتراجع المريخ ونظرا يعني بدايه السنه مش لا 13 يوم منها. اول اسبوعين في السنه المواليد السرطان في معاكسه من المريخ وفي معاكسه من الشمس بالجدي، فاحنا متعاكسين شويه. بدايه العام في شويه تنافس او حرب من الناس ما بيتمنولكيش الخير، في زياده للعين والحسد، لان هنبتدي السنه وجابتر معاكس من الحمل، يعني هي بعض الاقاويل والاكاذيب وهتتقال. يعني اول السنه اول اسبوعين انت داخله بشوشار، خلاص هتعتمدي على نفسك بشكل كبير جدا، ممكن عصبيتك شويه تزيد، انفعالاتك تزيد شويه اول السنه، لكن الحروب دي هتقويكي بشكل كبير جدا. انت نفسك مش هتتخيلي ان انت عندك الاراده والقوه دي، هتطلعي منك شخص اكثر قوه، فعندك قوه لتحقيق الاهداف بشكل مبهر. الناس كلها هتبقى قاعده هي ازاي بتمشي الدنيا كده، او ازاي بيمشي كل السرطانات، كل السرطان طبعا. يعني السرطانات ما تقلقوش، اول 15 يوم ممكن يبقى فيها معاكسه، بس بعد كده لا الدنيا مختلفه خالص. بعد كده هتصعدي للقمه بشكل صاروخي، وهترتفعي بشكل، هترتفع مولود السرطان بشكل مذهل، هتكتسب مكانه عاليه، لكن المكانه دي هتزعج ناس كتير جدا، هيكتر الحسد، ما تامنش لبعض الاصدقاء اللي هيبقوا بيدعوا صداقه. حبيبي خلي بالك بعد الاصدقاء عشان انا الشغل هيدعوا الصداقه وهم مش اصدقاء. ده حقيقي قوليها، لا بليز قوليها تاني. هيبقوا بيدعوا الصداقه وهم مش كده. خلي بالك من بعض الصداقات. طول السنه نعمل ايه؟ اعمل على قضاء حوائجك بالكتمان، ما تفشيش عن اي افكار. لو انت عندك فكره جديده في شغلك خليها لنفسك، خططي لنواياكي عشان توصلي لاهدافك بمنتهى السهوله. عندك تصاعد مالي وعاطفي، وعندك منصب رفيع في رفعه اجتماعيه ومهنيه، حياتك هتتغير تغيير جذري، لكن الامر يتطلب عزيمه وتقلل من تقلباتك المزاجيه. هتوصلي لانجازات عظيمه جدا وطموح جامح، 80% من احلامك ان شاء الله تتحقق في 2023. احنا راضيين ب 60%. لا ان شاء الله. يا سرطان انت السنه دي وحظك حلو. عندك ارتفاع كبير في الشان وارتفاع الغيره منك كمان، يعني انت في ارتفاعك في الشان. الغيره طول الوقت موجود والحظ. زحل داعم من التاسع للسفر والدراسات والتعلم وثقافات جديده ومهارات مختلفه، يعني كذا كوكب دعمك من كذا اتجاه. الايام الحلوه طيب خلينا نقول المال من اول السنة لغاية 15 ابريل الاحوال المالية متوسطة. خلاص انخفاض نسبي من مؤقت، انخفاض نسبي مؤقت من 15 ابريل لغاية 20 يونيو، ثم ارتفاع كبير من 22 يونيو، لان الشمس ببرجك والمشتري بالثور وزحل بالحوت، فانت عندك الارتفاع الملحوظ جدا في السنة من 22 يونيو. خلاص يعني من الصيف من شهر عيد الميلاد. من 26 اغسطس ممكن شراء عقار او اصل ثابت او امضاء عقد طبعًا بيت. طبعا لكل السرطانات مش انا. ايوه طبعا انا بنخاطب دلوقتي مولود السرطان. من 26 اغسطس ممكن شراء عقار او اصل ثابت او امضاء عقود بيت جديد او تغيير او شراء سياره او شراء موبايل. ممكن تنتقلي من سكن لسكن او من بلد لبلد، تغيير مكان الاقامه. العاطفه صعبه في اول السنه، او هندخل السنه مواليد السرطان في خلاف مع شريك اللي هم الاسبوعين الاولانيين. لان قلنا المريخ متراجع لغايه 13 يناير، وعطارد كمان هيبقى متراجع وهيعكسك مع الشمس من الجدي، لكن الدنيا هتبقى حلوه من امتى؟ من 19 فبراير.
19 عاطفية. فبراير. احنا بنتكلم بس عن الحب والعاطفة. من 19 فبراير الأحوال العاطفية هتتحسن وتعود للاستقرار والانسجام والصلح مع أي حد اختلفتي معاه. سنة حلوة جدا جدا للسرطان. من أكتر الأبراج انفتاح على الناس هو السرطان السنة دي. مؤيدين فتح طول الوقت للعزاب. مشكلة. أنا شايفة العزاب السنة دي في مغامرات عاطفية كتير. العازب هيدخل مغامرات عاطفية كتير وناس كتير هينالوا إعجابه وهيبقى مش عارف قلبه بيدق ده وده وده. ده للعزاب. فينوس موجود بالأسد بشكل استثنائي 4 شهور. بعد مواليد السرطان مصيرهم العاطفي هينقلب وهيقابلوا شريك حياتهم وهيبقى هو السول ميت بتاعهم. يعني للي مش متجوزين في برج السرطان السنة 23 ممكن تلاقوا شريك حياتكم تتجوزوا. ده حقيقي المتجوزين من أول أول مش حلو أول لا من يونيو من يونيو من يونيو من 6 ل 10 من شهر 6 لشهر 10 شهر 6 لشهر 10. طيب انا عايز اقول حاجه ان المتجوزين علاقاتهم هتقوى. احنا اتكلمنا عن العزاب المتجوزين بقى في تعزيز لعلاقاتهم. في سبتمبر للعزاب قرار مصيري وانقلاب ولقاء ساحر وعلاقه عاطفيه حلوه جدا جدا. سبتمبر ده اللي هو اللي جاي سبتمبر سنة 2023 احنا سبتمبر عدى اخر شهر في اخر شهر سبتمبر عدى يا سير خلاص هو سبتمبر 2023 هيبقى في سبتمبر قرار مصيري ولقاء ساحر او علاقة عاطفية مع الجدي او العقرب او الثور. وفي صداقة مميزة مع الميزان. يعني في لقاء ممكن ارتباط مع الجدي او العقرب او الثور. ده ايه ده من اللي هو من سبتمبر السرطان يا اما يرتبط بالجدي او العقرب او الثور. وفي صداقة مميزة مع الميزان من الخريف اللي هو من اللي هو في شهر 11 اللي جاي الخريف. خلاص انا شايفة ان مواليد السرطان في سر عاطفي او حبيب سري هيعلنوا عنه اخر السنة اخر السنه اخر 10 ايام اخر أوكي. السنه فيعني شوفوا بقى انتوا في حاجه سريه السرطان هيعلن عنها. سنه حلوه جدا للسرطان. الصحه بقى يحذر على صحته امتى. زود الاهتمام بصحتك من نهايه 5 لغايه لغايه 30 يونيو شهر من 1/5 ولا شهرين من نهايه 5 من اخر 5 لغايه 30 يونيو ومن 23 نوفمبر لغايه اخر العام. نوفمبر ده اللي هو شهر اخر السنه الجايه نوفمبر ديسمبر أيوة. من 23 نوفمبر لاخر العام خلي بالك من صحتك. حذر من زياده الحسد اول 3 شهور. في حسد جامد جدا باديه السنه بحسد جامد جدا. زياده فرص الحمل والانجاب في شهر 8 و9. عايزه اقول حاجه للسرطان. احذر الخلافات العاطفيه امتى بقى التواريخ اللي مش حلو. اخر 10 ايام في السنه اخر 10 ايام في السنه في سر انت هتعلنه ممكن يجيب لك مشاكل اللي هو السنه 2023 اخر 23 لسه ما جاش. ومن 25 مايو لغايه 19 يونيو. 25 مايو ل 19 يونيو الاختلافات العائليه هتزيد والاسريه وفي تصعيد للمشاكل. دي تاريخ يبقى اخر 10 ايام في السنه ومن 25 مايو 19 يونيو. من اخر 10 ايام في السنه انت قلتي البرج السرطان فيه سر هيطلع فممكن هو ده اللي بيخلي باله هو ده اللي يعمل مشكله بالظبط. وبرده في تاريخ مش لطيف تاني ممكن يحصل فيه مشاكل من 1 اكتوبر ل 22 اكتوبر. 1 اكتوبر ل 22 اكتوبر مش تاريخ حلو للسرطان. لا في تاريخ حلو قوي من النص الثاني من فبراير. احوال السرطان العاطفيه هتبتدي في التحسن وهيحلوا نزاعات وخلافات وزياده برضو فرص الارتباط وهم هيساعدوا شركاء الحياه. يعني هتلاقي نفسك يا سرطان انت اللي بتدعم شريك الحياه من نص فبراير اللي كام من نص فبراير لغايه شهر 5 انت الحلو. وبرضو ممكن يصادف توأم روحه او شخص يشعر معاه بالامان من امتى من 16 مايو لغايه 29 سبتمبر. عنده تواريخ كتير حلو. يعني انا حذرت للصحه خلاص قلت فانتوا اكتبوا التواريخ التحذيريه والتواريخ الحلوه برضو. انا شايفه سنه السرطان حلوه هو والثور من السنين المميزه جدا اللي بتلمع كده.